معناها فيه امل ولا يدخل في المنافسه وعنده هجوم يسجل حتى هدف، خاطر علما والامور معروفه الانسان باش يربح لازم يسجل. هذه هي المعضله الكبيره لفريق الرجاء، والرجاء لا حلنا انه بعيد كل البعد على المستوى المعهود اللي عرفنا به الرجاء، هذا الفريق الصلب، هذا الفريق اللي يمتلك فنيات كبيره ويعتبر من الثوابت الكره المغربيه. كابتن فخر الدين، انت بقى تتحدث عن الرجاء بشكل اقصر واقعيه، فريق الرجاء في هذه البطولة كما تحدث كابتن خالد حسني وكما تحدث ضيوفنا من قبل، الرجاء بهذه البطولة يثبت أنه لابد من تغيير جذري في كل شؤون الفريق، من النواحي الفنية والنواحي الإدارية وكل شؤون، حتى نكون منصفين ونحن هنا في منبر الجزيرة منبر محايد تماما. ولكن في هذه المباراة تحديدا، هل ترى بالفعل أن الرجاء فرط كما قلنا في ثلاثة نقاط وفرط في فوز قد يعيد إلى البطولة، ولأن خلاص الرجاء يؤدي هذه المباريات المتبقية في البطولة تحصيل حاصل ويبدأ إعادة الأوراق من جديد فيما بعد؟ وأعتقد أصلاً أن فريق الرجاء منذ دخوله إلى الشامبيونز ليج والإقصائيات في هذه البطولة المصغرة لم يكن في المستوى تمام، يعني دخل خصوصاً في المباراة الأولى في مدينة الدار البيضاء ضد القطن الكاميروني، ثم رحل إلى السودان لمواجهة الهلال حتى ولو الهزيمة كانت قاسية بضربة جزاء، ثم انهزم في يعني نيجيريا. فأظن على أن تقريبا فريق الرجاء لم يظهر بمستوى، لكن المباراة الأخيرة التي أجراها فريق الرجاء بمدينة الدار البيضاء كانت من أحسن المباريات، وقد تكلمت عن هذا هنا في الاستوديو أن فريق الرجاء قدم مباراة من أحسن حتى ولو أن. طب لماذا يا كابتن لم يستطع حتى الفوز في هذا اللقاء إذا كان يقدم مباراة من أفضل ما يكون وقد كانت فرصة أمامه للعودة لمنافسة البطولة، فلماذا لم يفوز؟ هذا السؤال كابتن، لم نقارن الرجاء بعطاء الفرق.